احنا اتكلمنا عن الكابتن اشرف قاسم، هنتكلم عن الاخلاق. هو راجل كان اخلاق، وكان راجل مساك كويس، وكان لاعب كويس ومحترم. اولا احنا من نادي الاهلي بنتمنى لك السلامه، وربنا يشفيك ويعافيك وترجع تاني احسن من الاول. اشرف كان من اللعيبه الواحد بيحترمهم جدا جدا، خلق وفن وكل حاجه، فبتمنى له كل الشفاء العاجل ان شاء الله، ويقوم لنا بالسلامه ويقوم لاعماله بخير باذن الله. كلنا مستنيين نقوم بالسلامه ان شاء الله، وبنتمنى له، كلنا بندعي له، كل الدنيا بتعيله. نحب نوجه له يعني افضل الامنيات بالشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله، وشد حيلك يا كابتن، وان شاء الله يعني فتره تعدي على خير، ونتمنى لك الشفاء العاجل باذن واحد احد. يا رب يشفيه ويعافيه يا رب، ربنا يا رب كده. يعني مش قادر اقول غير ان انا زعلان عليه، لانه راجل هو برنس الكره المصريه. يعني اشرف قاسم من برنس الكره المصريه، معروف بحبه لنادي الزمالك، واحنا من جمهور النادي الاهلي بنحييه كله، ربي يا رب يشفيه ويعافيه. كابتن اشرف قاسم برنس الكره المصريه، بقول له ربنا يشفيك يا رب كده، ويقومك بالسلامه، ويجعله في ميزان حسناتك. كابتن محمود الخطيب اعتقد راح له امبارح او اول امبارح، فباذن الله خير، ومعلش يصبر، واحنا كلنا بنحبه. احنا بندعي لك يا كابتن اشرف، انت من اللعيبه اللي مثلت مصر وخدمت البلد كتير، وان شاء الله. وبعدين انت على خلق وفيك كل حاجه، ومفيش حد ما بيحبكش اهلاوي ولا زملكاوي. كابتن اشرف قاسم اتمنى ليه سلامه باذن الله، وربنا يشفيه من اللي هو فيه ويذيع عنه المرض باذن الله. والف سلامه يا كابتن اشرف، كنت نجم من نجوم، مش هقول لك نادي الزمالك، من نجوم مصر، وربنا يديك السلامه باذن الله. ونتمنى جمهور الاهلي والنادي الاهلي كله يتمنى لك السلامه باذن الله. كابتن اشرف انت صخره دفاع المنتخب، ويعني في الجيل الذهبي بتاع نادي الزمالك، واحسن لاعب دفاع الواحد شافه بصراحه في الوقت بتاعه، يعني في وقتك. وربنا يديك الصحه ويقومك بالسلامه. اقول للكابتن اشرف الف سلامه عليك، وترجع للحياه العاديه ان شاء الله قريب، لان اشرف قاسم لاعب الخلوق، لاعب مصر بدون الوان. هو لعيب له بصمه وله كيانه وله تاريخه.